مرحبا بكم، مرحبا بكل اسئلتكم. دائما معنا بطبيعه الحال استاذ محمد احنيمي، اخصائي في التغذيه. نمشيو مباشره ناخذ معنا مدينه الدار البيضاء لاله فاتحه. مرحبا بك لاله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاله سكينه، مرحبا بلاله، تفضلي. اخبارك؟ الله يحفظك ويطول عمرك. الحمد لله ديالنا. بارك الله فيك لاله، مرحبا. الله يخليك. انا استاذ كان عندي الصرع. اها. وجاب الله الشفاء بالله. الحمد لله، الحمد لله. هنيئا لك، هنيئا لك. الله يخليك. لا احنا فرحتينا مي قلتي هضرتي على الماضي كان عندك. الحمد لله، مرحبا. الحمد لله استاذ. مرحبا مرحبا. مؤخرا استاذ جاتني الحساسيه ديال الجلد، هذه شي دوزو. جاتني الحساسيه ديال الجلد، درت مشيت للطبيب، درت لي زاناليز حشق ديال الخروج ديال البول ديال نعم. كل شيء. دابا ولو عندي بحال لاي بحال الثومه طالعه كاع ما عرفتش الكركاع كاع الحاجه اللي ناكلها اللي بغينا ناكلها طالعه عندي. كيفاش الحساسيه؟ لا الحساسيه وي. واخا واخا واخا. شحال السن ديالك؟ عندي راه 64. داكوغ، ما شاء الله ما شاء الله. وي داكوغ. كي دايره التغذيه ديالك؟ استاذ مرحبا مرحبا. سناني استاذ. وي كنسمع. نسمعك تفضلي لالا. على سناني دابا بحال شديتي شي بانسو نواغ ودرتي لي بلونشيتي لي سناني ولو كحلين، ما فهمت حتى حاجه. واخا كنتي كتاخذي المكملات ديال الحديد؟ لا لا والو استاذ، داك الشيء كاع اللي كتقول حتى هو اللي مطبق انايا، ما كاين حتى حاجه. نعم نعم. واخا واخا نجاوبك ان شاء الله، نجاوبك. مرحبا. خليك صحتك هي الاهم حاجه. امين. مرحبا. يا رب. شكرا جزيلا، شكرا فضل. جزيلا. الله يخليك. امين يا رب. مرحبا. تفضل. هو شوف الموضوع ديال الحساسيات كنا هضرنا عليه وان شاء الله ما فيها باس نعاودوا نهضروا عليه. ها مرحبا. الحساسيات، الحساسيات اهم ما كاين في الحساسيات هو ان الناس عندهم جميع، شوف خذوا جميع انواع الحساسيات كيف ما كانوا. الامعاء ديالنا كتكون خليه حدا خليه كيتسموا لي زونتيغوسيت وكيتزيروا مع بعضياتهم سميتهم لي جونكسيون سيغي. صافي. الناس اللي عندهم الحساسيات عندهم هيبر بيرميابيليتي انتستينال، النفاديه المعويه، الامعاء ديالهم مشبكه كدوز بروتينات. اي بروتين مهما داز بالنسبه للجسم ما كيعرفش بروتين، كيعرف حمض اميني، وبالتالي الا داز البروتين كيف ما هو غتولي بعض المرات تشرب غا اي حاجه غدير لك حساسيه. راه ماشي مشكل في هذا الغذاء ولا في هذا الغذاء ولا في هذا الغذاء، راه دابا نيت دابا اي واحد عنده نفاديه معويه غتمشي دير تيست ديال الحساسيه غتلقى بلي عندك حساسيه لكل شيء. علاش؟ حيت ماشي مشكل في الماده، المشكل في ان البروتين كيدوز بلا ما كيتهضم، ومي كيدوز بلا ما كيتهضم الجسم كيصوب هذا كيعتبره اونتيجين، يعني كيصوب له دي زونتيكور، ومي كيصوب له اونتيكور كيهاجمو كيعطيك حساسيه. اش كيدير؟ كيطلع الهيستامين. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني كاين الناس اللي عندهم حساسيات لان عندهم نقص الديامين اوكسيديز او لا الهيستاميناز اللي كيجيبوه. انت سي فغي كتاخذ بعض الاغذيه اللي هي بلاصه كتسبب لك حساسيه، كاين بعض الاغذيه اللي فيها الهيستاميناز طالع، مثلا لافوكا، الافوكادو فيها الهيستاميناز طالع، وي فوائد لافوكا وهذه ولا منها الهيستاميناز طالع لان جينيتيك موديفي. الاغذيه المغيره وراثيا الهيستاميناز طالع، كنهضر على الهيستامين، عفوا الهيستامين طالع، لافوكا فيها الهيستامين طالع، الاغذيه المغيره وراثيا فيها الهيستامين طالع، الاغذيه خارج الموسم ديالها فيها الهيستامين طالع. الناس غايقولوا الهيستامين وي، لانك انت ملي كتمشي كتاخذ الدواء كتاخذ لي زونتي ايستامينيك. لي زونتي ايستامينيك راه الجسم كيصوبهم في كل دقيقه وفي كل ثانيه، مي كيتسالاو لك عاد كتمشي نتايا تاخذ لي زونتي ايستامينيك. فهادشي علاش بالنسبه لنا حنايا الناس اللي عندهم الحساسيات تبع البروتوكول العلاجي مع المختص ديالك، وقاد نظامك الغذائي بما في ذلك الامعاء ديالك، خاصها تكون الخلايا شاده على بعضياتها باش داك لازوني اللي تعاود تخيط لنا الامعاء ويوليو الامعاء مخيطين ما يكونش عندهم نفاديه. وهادشي باش كيدار اول حاجه هي الوقت، صبر على راسك، خميره البلديه، الغذاء الجيد، وصبر. علاش؟ لان هاد الامعاء كتاخذ شي شويه الوقت باش كترجع انها تولي دي جونكسيون سيغي. مي كيولي دي جونكسيون سيغي ما كيبقاوش يدخلوا البروتينات، ما كيبقاوش يدخلوا البروتينات، ما كيبقاوش يتصاوبوا دي زونتيكور، والهيستامين ما كتبقاش كطلع. من هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني هو اننا نبعدوا الاغذيه
للمصنعه، نبعدوا على المصنعات، نبعدوا على داكشي اللي قاسوا الانسان، نبعدوا على ما هو مغير وراثيا من اجل اننا نقصوا هذاك الهيستامين ونطلعوا الهيستاميناز اللي كاينه في اي حاجه بلديه في موسميه. عقلوا عليها، اي حاجه فاكهه خضره اي حاجه بلديه موسميه فيها الهيستاميناز اللي الجسم خصو يكون عنده واحد المخزون اللي هو مخزون جيد. من الحمد لله اخت فاتحه، من خرجتي من الصرع، وهذه نقطه اللي تحسب لك وتحسب البرنامج الصحه والسلامه، ان الاخت تشافت من الصرع، فهذه باب الامل، مثال على ناس اللي كيتابروا واللي كيجتهدوا. فزيدي اجتهدي اختي فاتحه، ربما انت الله كتقادي دابا التوازنات البيولوجيه. الحمد لله غير من غادرتي من المنطقه ديال الظروف اللي عطاتك هذا الصرع، فهذا جيد جدا. الناس اللي كيسمعونا الحلقه ديال الصرع، درنا حلقه خاصه على الصرع اللي كريز دي بيليبسي، ودرنا حلقه خاصه على الحساسيه، ترجعوا لهم هذوما بجوج باش هكايا تاخذوا المعلومات اكثر دقه واكثر تفصيل في هذا الموضوعين هذوما. مرحبا. مرحبا. ناخذوا معنا مكالمه اخرى من الرباط لنجيه. صباح الخير. اهلا وسهلا لالا. صباح الخير. اهلا، السلام عليكم. صباح الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا لالا، كيفاش لاباس اختك؟ كلشي بخير الحمد لله. بارك الله، الله يجزيكم بخير، الله يبارك لكم، الله يعطيكم ما تمنوا. انا اخ حلمي نجي من الرباط، كنت درت العمليه على المصران، كان فيها سرطان، ودرت مورا قطعوا لي حيدوا لي الطرف منه، ومن بعد درت. اين هو المصران، الرقيق ولا الغليظ؟ لا المصران الغليظ. الغليظ اها. ما عرفتيش لابارتي اللي زولوها؟ اول جزء اللي زولو حيد لي تقريبا 20 سنتيم من فوق المخرج، حاجه من فوق المخرج. داكور، هذاك لو كولون اسوندون. اها. ومن بعد داروا لي الشيميو، درت 12 حصه الشيميو، كملتهم. اها. كملتهم دابا في شهر 9 اللي فات. نعم نعم. دابا المشكل اللي عندي هي المشكل ديال التغذيه، ما كنعرفش الماكله. واخا قبل التغذيه كي داير الخروج ديالك، عندك قبض؟ عندك قبض؟ تيجيني بعض المرات القبض. شحال كيدوم؟ دابا في رمضان، بحال هذا العام رمضان صمتو، رمضان تقريبا كامل دوزتو بالقبض. اها. فوقاش درتي العمليه؟ شحال كان في رمضان، شحال كان المده باش درتي العمليه؟ فاش درت العمليه تقريبا دابا العام الثاني، هذا العام درتها في 21. واخا ما كيشدك القبض، شحال كتبقاي به؟ شحال كتبقاي المده؟ تنبقى تقريبا داك يومين بحال هكا، تنعاود ناخذ يا اما تنبقى دابا حتى الباربا كنت شحال هادي كنت تنشربها تناخذها تتسهل، دابا واخا وليت تناخذها مابقاش دير لي والو. شنو غادير لك الباربا؟ كنت ناخذها زعما شحال هادي غير. لا واخا، شوف واخا، لا شوف شوف، ما كاينش اختي الكريمه غداء كيدير واحد الحاجه، هادشي كاين في الادويه ما كاينش في الاغذيه. واخا النظام الغذائي، واخا الخميره بلديه كديريها؟ بديت تندير، كنت ندير انا اصلا امي مسكينه الله يرحمها كانت رباتنا بها، يعني راك. لا ولكن شنو، لا مزيان ربات، ولكن هذه المعلومه هذه، ولكن هذه المعلومه راه خصكم تستافدوا منها انتم الاولين. شنو معنات ان الام ديالك رباتكم بالخميره البلديه وانت ما ربيتيش راسك وليداتك بالخميره البلديه؟ كنهضر على التربيه الغذائيه بيان سور. تقطعت واحد، انت فوقاش اختي؟ شوف اختي ناجيه، فوقاش بديتي خميره بلديه؟ الله يعطيك الخير. لا غير مؤخرا، ما كتبش عليك، بديت غير مؤخرا، غير حتى لا فوقاش، من فوقاش انت كتسمع؟ فوقاش سمعتي خميره بلديه خصنا نرجعوا لها؟ فوقاش مثلا؟ وانا عارفه يعني من شحال هادي كانت تدير انا امي، والا كنت عارفه ان راه مزيانه. انا دابا دوك الوقيته ديال الخدمه، فاش توفات امي صافي، ما انايا مع الخدمه مع هادي صافي. لا واش ما كنتيش كتاكلي كاع مره؟ لا كنت ناكل. ورا من دواعي، شوف من دواعي، شوف اختي نازيه، من دواعي تحضير الوجبه انك ديري الخميره بلدي. هاد الظروف بحال هادي راه ما يمكنش نمسحوا فيها حنايا. لا سمحوا لي، انا كندافع عليكم منكم في التهاون الغذائي. انا بالنسبه لي انا ماشي سبب ان الظروف، لان الظروف واخا انا نشرح لك، باش ما نبقاوش شادينك بزاف اختي نازيه. ايوا ماشي اخويا الدكتور احلي نجي لعندك. نعم. وما عرفتش فين، الله يسهل عليك. شوف ان شاء الله اليوم نعطيك لي بيست اللي تمشي فيهم اليوم ان شاء الله. حيت واحد القضيه راه ماشي غير التغذيه، راه حتى الستريس. دابا انا راه هذا المرض راه جاني ماشي التغذيه وحتى الستريس، كنت متعصب. انا نشرح لك واخا، انا نشرح لك مع الحياه فين عاش، مع هذا هو زاد هو اللي تنقول لك بزاف. واخا مرحبا. تفضل.
شوف الحياه زوينه، كتبوها في ورقه 10 المرات في النهار، كتب حياه زوينه، حيت الا برمجتي راسك على الحياه خايبه غتولي تسمي المراه حكومات، تولي تسمي الخدمه تمارات، تولي تسمي الدراري صداع الراس. الا وليتي كتسمي هاد الناس هادوما بهاد الاسماء تعرف راسك باللي راك غادي جنب الحياه، راك عندك لا سيرفي ماشي لا في. قلبوا على لا في ماشي لا سيرفي. كاين اليوم الناس عندهم تشبث بالحياه، ما عندهمش الحياه. حياه زوينه. شوف اختي الكريمه، شوف اختي سكينه، هو ماشي عتاب ولكن نقدروا نعتبروه عتاب، لان انا عندي مشكل في القولون. راه شوف، راه حنا ملي كنقول لكم ديروا خبز خميره بلديه، راه الخميره البلديه موضوع ليناقش في المنزل مع ناس بسطاء، يناقش في مؤتمرات مع علماء، يناقش في مختبرات، يناقش في برامج إذاعية، يناقش في برامج تلفزية، يناقش في جامعات. هذه الخميرة البلدية اللي كنهضر عليها، غير شنو كتسمى كل واحد وشنو كيسميها. ففي الكوزينة كنسميوها الخميرة البلدية، في المؤتمرات كنسميوها لو سيستيم نيرفو اونتيريك، في الجامعات كنسميوها لا ديسبيوز. كل مره شنو كنسميوها؟ راه نفس الموضوع. ما يمكنش اختي ناجيه يكون عندك هذا المشكل وباقى ما شوف، انا قلتها راه لا يمكن ان تشفى في نفس الظروف اللي جعلتك مريض، هذا لا يعقل. فانا نسمعنا عام ونسمع، راه ما تستاهلوش. انا كنقولوا خميره بلديه راه صافي كما كيقولوا بعض الناس، ناس قدام. وي ناس قدام كنعتزوا وبغينا نرجعوا ناس قدام، حيت الا كان داك الناس القدام بغينا نرجعوا ناس قدام. حيت بعض الناس كيقول لك لا الخميره البلديه هادي، حنا كنحاولوا نكسبوا كلشي. فهادشي اش اختي ناجيه، علاش النفسيه؟ غالطين الناس اللي كيظنوا ان الدماغ عندنا في الراس. الدماغ ماشي في الراس، سمحوا لي، الدماغ كاين في الامعاء، كاين في الامعاء. لان في الستاد امبريونير في العمر الجيني تكون القولون مع الدماغ، هو كيتحكم فيه ماشي الدماغ كيتحكم في القولون. انت اختي ناجيه انك درتي هذه العمليه، زولتي لو كولون اسوندون، يعني القولون فيه لو كولون يعني ديسوندون، لو كولون اسوندون اللي كيطلع، لو كولون ترانسفيرس اللي كيمشي افقي، لو كولون اسوندون اللي كيهبط. انت درتيها في هذاك لو كولون اسوندون. هذاك هذا القولون عنده البيريستالتيزم الحركه الدوديه، وعندو سي ام ام كومبلكس موتور ميغرون اللي هو التسونامي اللي كيدوز في الامعاء. هادو ما بجوج مي كدير عمليه، خاص الجسم يعاود يبرمج راسو على الخليه اللي حيدات والخليه اللي بقات. ما يمكنش ما تكونيش كتاخذي خميره بلديه، علاش؟ لان غادي يطلع لك مي غتاخذي الساكارومايسي سيريفيسي، غتطلع لك الكونديدا، غتطلع الكونديدا غتعطيك القبض. ولا بقى لك القبض اختي ناجيه، ماشي غير ناجيه، جميع المستمعين، القبض هو الجدر ديال كل الامراض. الا كان عندك مرض كيزيدو، نعطيو مثال مثلا الحلقه اليوم ديال الاستروجين، الهرمونات الانثويه، اتعلمون ان البكتيريات على مستوى الامعاء تغير شكل وتغير فيزيولوجيه الاستروجين عند الانثى؟ فين كيف فين فهمنا هذا الشيء؟ هذا فهمنا في ترانسبلونطاسيون فيكال. كيسمعونا الناس، شنو هي ترانسبلونطاسيون فيكال؟ كنعرفوا حنا زراعه الكبد، كنعرفوا زراعه القلب، ولكن ما كنعرفوش زراعه الخروج ديال واحد عند واحد. نعم، شرف الله وقدر الجميع، ولا تسميتها ترانسبلونطاسيون فيكال. شفتوا فين وصلنا؟ كنهزوا الخروج ديال واحد الانسان وكنزرعوه في واحد الانسان واحد اخر. علاش؟ باش نعطيوه داك البكتيريا باش تولي تشتغل مزيان، باش ما يبقاش عنده كونستيباسيون، باش ما يبقاش عنده قبض. وحنا نزرعوا هذا الشيء، هذا الشيء اللي درناه وما بدلناش التغذيه، بحال الا كبينا الماء في الرمله. صحتكم عافاكم، راه خصنا نفهموها بعدا هي الاولى. اختي ناجيه، بداي خميره بلديه، بداي خميره بلديه، واستمري على النظام الغذائي الجيد اللي ديما كنهضروا عليه، وعيطي لنا ديك الساعه من بعد برنامج الصحه والسلامه. اول ما كدير لك خميره بلديه كتعطيك صفاء الدهن، كتعطيك ذكاء، وكتعطيك كونستيباسيون ما كيبقاش. كيبقاش علاش؟ لان ما كتبقاش تاخذ الساكروميسي سيرفيسي، وكيولي يطلعوا البيفيديوس، كطلع اللاكتوباسيلوس، كيطلعوا على مستوى القولون، وكتغلب البكتيريات الضاره النافعه كتغلب الضاره. وعندنا واحد البكتيريات سبحان الله العظيم اللي غلبات كتمشي معاها، كتسموا لي باكتيري كومونسال. وكتولي ديك الساعه لي باكتيري كومونسال كيمشيو مع البكتيريات النافعه، وكيولي عندك الجانب النفسي جيد، الهرمونات جيده. ونقطه اخيره نشير لها في الحلقه ديال اليوم اختي سكينه،
الدورة الشهرية مؤشر صحة الأنثى. مرحبا. مرحبا، مشكور جزيل الشكر أستاذي، وأكيد أنه الموعد متجدك بإذن الله غدا. شكرا جزيلا لك. طبعا الحال كان معنا ومشرفنا الأستاذ محمد أحلمي أخصائي في التغذية.